فين عم طلع؟ هيدي حردين قدامنا. بحر. لكننا وصلنا عكفيفين. بتكون الدنيا عتمت. بقوة الله منوصل. خلينا نروح على حردين. هيك بتشوف أهلك ومنرتاح. لا. من مرمطان تصحي يا عكفيفين. بس أنا تعبان. نرتاحوا. ليش نروح بالعتم عكفيفين؟ خلينا نروح على حردين. أهلك بيكونوا اشتاقوا لك. داير بيتي. وأنتوا أهلي. والعذراء بيسوع أمي وبيي. مش كرمالك ولا كرمال أهلك، كرمالي أنا. تعبت بقاش فيي. ما تخاف يا ابني، لو ما إرادة الله هيك ما كان سمح نرجع نشوفك بالبيت. كيفو خيك الياس؟ الله يباركنا مثل ما باركوا. عرفت انه صار حبيس بعناية. الله يقبل صلاته مثل ما قبل صلاتي وبارك لي فيه وبيوسف. ما تزعل، ابن عم طلع وبمسيحية. انت ما تسألني، انا رح خبرك. عم تخدم ربنا راهبة بدير ما ريحنا حراش. ايه سبحانه الله اللي خليت تبتسم. وخيك مطانيوس تجوز وحسيف وعيلته بخير من الله. ومريانا يا حي قدامك. وبيك كل ساعة وكل دقيقة بيقدم الشكر للرب. فوتوا ناموا يا ولادي، قدامكم مشوار طويل. يا أخنا عم طلع، وعيني الساعة 3 تنصلي سوا. اللي معك كتير. خينا عم طلع تفضل. شو هيدا؟ المنديل يلي عطيتك يا امك. انا ما قبلت اخده. شو وصلوا لايدك؟ شفقت عليها، شفتها كيف انكسر خاطرها لما ما قبلت تاخده منها. سكتت، وقفت الدمعة بعينها. قلت لها هاتي يا خالتي وانا بعطيه. ما كان في لزوم، ما رح اخده. هاي امك خينا عم طلع، امك. حدا بيكسر بخاطر امه؟ نحن اخترنا طريق الرب، وهو قالنا اترك كل شيء واتبعني. ولما قال كل شيء ما خصص كل شيء. والمنديل لما نوصل على دارك في فين بتسلمه للرئيس. في دارك في فين باشر دروسه في حفظ الرسوم الرهبانية، وقد أدى به تدقيقه في صيانة القوانين إلى الوسواس، حتى اضطر الأمر رؤساؤه أن يفصلوه عن الدرس ويرسلوه إلى دير مرموس الحبشي في المتن لترويح النفس. فنجا من الوساوس التي أقلقته، وأمكنه أن يعود إلى دروسه وقدم عنها فحصا أجاد فيه. فرقي إلى درجة الكهنوت بوضع يدي المطران سمعان الزوين النائب البطريركي، وتم ذلك سنة 1833. ارحمني يا الله، ارحمني يا الله، كعظيم رحمتك وكمثل رحمتك امحو مآثمي. كثيرا من اسمي ومن خطيئتي.
والشر قدامك صنعت لك وحدك خطيت والشر قدامك صنعت يا كيفك يا خيي؟ المجد لله. كل ساعة وكل دقيقة. استغربت؟ لا. نعمة الله ما لها وقت معي. صلاتك وصلاة الحريص وصلاة أمي وبيي صرت خوري رعية. لهيك حبيت إجي أخبرك. الحمد لله. أم عسيف بعت معي هالغراض. ممنونكم يا خيي، بشكركم باسم كل جمهور الدائرة على هدية. خيي، أهلك وأهل حردين بيسلموا عليك وطلبوا مني أسألك إذا بتحب تيجي تعمل قداس بالضيعة. يا خوري تانيوس، القانون بيقول الراهب اللي بيترك دائره وبيرجع عضايته مفروض يرجع يترهب من جديد. قدس أنت لما تقدسوا كلكم اذكروني بصلاتكم. وانت كمان. اخوري احسن يا مراهي. خدمة ربنا احسن شيء. وين؟ وين ما كنت. يا جدي امك وبيك رهبان شيء؟ لما بيكونوا عم بيربوك منيح بيكونوا عم بيخدموا ربك.